السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أصدقائي سوف نقدم لكم طريقة قفل أي حساب في الإنستغرام يقوم بانتحال شخصيتك، يعني يقوم بسرقة صورك والمقاطع الفيديو الخاصة بك ويقوم بتنزيلها على حسابه أو حسابات أخرى. طريقة سهلة جدا صديقي، تابع الفيديو للنهاية لكي تفهم الشرح. أولا ندخل على الثغرة، رابط الثغرة موجود في أول تعليق. هذه هي الثغرة صديقي، نقوم بترجمة الثغرة للعربية لكي نفهم جميعا. هكذا نقوم بترجمة الصفحة. كما تشاهد الإبلاغ عن حساب إنستغرام مخادع. أولا صديقي، قام شخص ما بإنشاء حساب لعمل أو مؤسسته، يعني قام هذا الشخص بسرقة صور لمنتوجك أو أعمالك. أو الخيار الثاني، إنشاء شخص ما حسابا متظاهرا بكوني أنا أو صديق، يعني إن كان ينتحل شخصيتك أو شخصية صديقك. مثال، أنشأ شخص ما حسابا ينتحل شخصية طفلي، يعني إن كان لديك ابن صغير وأحد قام بتصوير تصويرها يعني وقام بتنزيله على حسابه يمكنك الإبلاغ عنه. نحن نختار مثال بكوني أنا أو صديق. ثم إما أن تقول يعني لهم نعم أنا ضحية سرقة الهوية أو هذا الحساب ينتحل شخصية صديقي. يعني أنا نقول أنا هذا ينتحل شخصيتي. هنا تقوم بوضع اسمك صديقي، اسمك الصحيح يعني اسمك الكامل، ثم بريدك الإلكتروني لكي يتواصل معك شركة الإنستغرام. ثم هنا صديقي تقوم بكتابة الاسم الموجود، اسم الشخص الذي تريد إزالته الموجود في حسابه، يعني اسم إنستغرام الشخص الذي تريد تعطيل حسابه هنا في الخانة الثالثة. ثم صديقي هنا اليوزر نيم للشخص، يعني اليوزر نيم لحساب الشخص الذي تريد حذفه. هنا الاسم، هنا اليوزر نيم. هنا صديقي تقوم أنت بالتقاط صورة مع السلف مع الهوية الخاصة بك. تقوم بالتقاط سيلفي وتمسك الهوية الخاصة بك في يدك وتقوم بالتقاطها، يعني يجب أن تكون وجهك والهوية في الصورة، يعني فهمت. تقوم بوضع الصورة هنا، ثم تقوم بكتابة وصف هنا لشركة الإنستغرام. تقوم بكتابتها بالعربية وتقوم بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. مثال، تقوم بكتابة مرحبا شركة الإنستغرام، أريد أن أبلغ على هذا الحساب وهو ينتحل شخصيتي ويقوم بتنزيل صوري وفيديوهاتي الخاصة، وأنا يعني تخبرهم بالمشكلة الخاصة بك. ثم تضغط إرسال وسوف يصلك الرد على الجيميل. وعندما يتأكد الإنستغرام من أن الشخص حساب الشخص يعني هو يعني هويتك صحيحة والصور الخاصة بك هي نفس الصورة الذي يقوم بتنزيلها الشخص الآخر، سوف يتم قفل حسابه نهائيا. هذه الطريقة الصحيحة صديقي لقفل الحسابات المنتحلة. رابط الثغرة موجود في أول تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.